مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنقوم ببيان الفرق بين عمل المهندس الذي يضع تصميما أساسي للنظام وبين السمكري الذي يتم استدعائه لإيجاد حل ترقيعي لمشكلة طارئة. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على ثلاثة أمثلة من أخطاء غريبة في تكوين الكائن الحي يصفها الخلقي القنيبي إبداع في الخلق، مع أنها لا يمكن أن تفسر إلا تحت مجهر نظرية التطور. هذه الأخطاء هي العصب الحنجري الراجع في الزرافة وشبكة العين المقلوبة وقناة السائل المنوي. ثم سنقوم بعد ذلك بشرح كمية من المغالطات المنطقية الواحدة تلو الأخرى أحياناً، أو التماس نظرية المؤامرة الكبرى أحياناً أخرى من قبل القنيبي بهدف التهرب من تقديم تفسير مقنع عن سبب وآلية وجود هذه التصاميم الغريبة، والتماس العاطفة في التسويق لمعتقده. وهذه نتيجة طبعاً طبيعية لمحاولة الخلط بين مجالين، مجال العلم ومجال الدين، أو كما وصفها عالم الحفريات ستيفن جي جولد بالعوالم غير المتداخلة أو Non-Overlapping Magisteria. لنذهب للمثال الأول والذي هو العصب الحنجري الراجع للزرافة. يذكر القنيبي في سلسلة رحلة اليقين بالحلقة 31 بعنوان صح النوم موضوع العصب الحنجري الراجع، ويتهكم على ما يسميه كذب وتدليس ريتشارد دوكنز، عندما قام الأخير بعرض مقطع فيديو يبين فيه الخلط الملتوي التي يأخذه هذا العصب نزولا وصعودا عبر رقبة الزرافة، على أنه أمر لا يدل على تصميم ذكي، بل كان هذا الالتفاف لا فائدة منه. ولكن بدلا من شرح تفسير التواء هذا العصب بهذه الطريقة، يقوم القنيبي بإحالة المشاهدين إلى رابط لمنشور على صفحة مجموعة خلقية عربية باسم الباحثون المسلمون. طبعا من الاسم نعرف أن هذه فرقة محركة أيديولوجيا، وهذه المجموعة اشتهرت بالتشويه والتدليس المتعمد على العلم من خلال اقتطاع النصوص من المصادر العلمية ولصقها في غير موضعها أو تحريف الترجمة وغيره من الطرق المشبوهة. ومنع للتكرار، وخصوصا أننا لا نريد إضاعة وقت متابعينا في مجالات تخصصية، فنحن أيضا لن نقوم بمناقشة كل تفاصيل الموضوع، وكما فعل القنيبي نحن أيضا سنحيلكم إلى رابط فيه رد شامل ووافي من صفحة العلم ونظرية التطور، والذي تجدون رابطه في صندوق وصف الفيديو. فبالإضافة إلى كل هذه المغالطات المنطقية والعلمية التي أشارت إليها هذه الصفحة، فهناك الكم الهائل من المغالطات المنطقية الأخرى، لكن أهمها على الإطلاق كانت False Dichotomy، والتي تظهر في كل فيديوهات الخلقيين بدون حياء. فالقنيبي هنا مثلا يفرض عليك أن تأخذ بالتفسير الذي يقدمه هو إن لم يكن التفسير العلمي مقنعا لك، أي إما هذا أو ذاك، وهذا هو ما يعنى بمغالطة الثنائية، ولا يوجد حل آخر. أي إذا كان تفسيركم العلمي للأخطاء الموجودة في الكائن الحي ولسبب ما لا يعجبني أو غير صحيح، إذن لابد أنه ليس خطأ بل صنع بديع. لاحظوا كيف أنه بهذا يتهرب من أسئلة كثيرة، من مثل ما هي آلية الخلق؟ لماذا كان يجب على التصميم أن يكون بهذه الغرابة؟ أو ما هو السر في ذلك؟ لماذا الإسراف في طول العصب الراجع؟ وما هو المغزى العبقري من هذا التصميم؟ فكل الإجابة عنها كانت صنع خالق بديع وكفى. وهكذا فهو يضع نفسه بورطة بعد أخرى، والورطة القادمة كانت التماس عواطف المتدينين appealing to emotions. أما التفسير العلمي المقدم تحت مجهر نظرية التطور، إن كنتم تريدون أن تعرفوه وبمنتهى الاختصار، فهو أن هذا التركيب الغريب سببه أن جميع الفقاريات تطورت من الأسماك. نعم، هي تطورت من الأسماك، وعندما ظهرت الثدييات وتعقد تركيبها الجسدي بحيث انفصل الرأس عن الجسد، تكونت الرقبة وتباينت بالطول حسب النوع. فكان لزاما على الطبيعة أن تقدم الحل الترقيعي حتى يتمكن النوع من البقاء. ولا نقصد هنا أن الطبيعة كائن حي كما يلوي بعض الخلقيين كلامنا،
بل نقصد تلك الكائنات التي تحملت تقلبات البيئة فعاشت وتكاثرت وبقي نسلها يحكي قصتها التاريخية التطورية أو الترقيعية إن أحببت. فما يفعله غير الخبير أو من هو ليس مهندس بل سمكري هو إجراء الحل الترقيعي واللصق لحل الإشكال وقتيا، وهذا ما يفعله التطور. وإن نظرنا للعصب الراجع في رقبة الزرافة وطوله بهذا المنظار فسوف نراه تفسيرا منطقيا، وإن كان هذا التفسير لا يعجب القنيبي فبدلا من الاستهزاء بمجال علمي راسخ منذ أكثر من 160 سنة فليدلنا على تفسير أفضل شارحا لماذا الإسراف غير الضروري في طول هذا العصب، وما هو سر الإبداع في الإسراف. نحن بالفعل نريد أن نعرف. عموماً نحن وضعنا مصادر وروابط في صندوق وصف الفيديو لكل من يرغب لأن يستزيد من ذلك الموضوع، فما ذكرناه ما كان إلا اختصار. نذهب الآن إلى المثال الثاني والذي هو شبكة العين المقلوبة. في الحلقة 29 من سلسلة حلقات إياد القنيبي بسلسلة رحلة اليقين وبعنوان أحرجتك، يضرب القنيبي شبكة العين كمثال على عظمة الخلق، متهماً التطورين بقصر النظر لأنهم يرونه خطأ أو أن به عيب في التصميم. وبذلك هو يقول: حين يحدثونك عن عين في تصميم شبكية العين فهم يرتكبون مغالطة منطقية من مثل مغالطة تحويل عبء الإثبات والذي يقول بها الخصم كلاما سخيفا فيضعه في وضع محرج لأنه يناقض الحقائق الواضحة لكل أحد، فإذا به يثير معركة جانبية بمطالبته بالإجابة عن أمر فرعي فيحول الأضواء عنه وتتوجه الأنظار إليك بانتظار أن ترد على سؤاله مع أنك في حقيقة الأمر بلا 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 بلا. حسناً لنتوقف هنا. هل يعقل أن يكون هذا منطق شخص ذو منهج علمي؟ أم أنه منطق جهادي يشحذ الهمم للحرب؟ وهل الساحة هي ساحة حرب أصلاً؟ أم هي ساحة العلم الذي لا يقبل إلا بالتفاسير الأفضل علمياً ومنطقياً؟ إذا أردنا أن نتكلم منطقياً فتحويل العبء أو تحويل عبء الإثبات هو على المدعي، والتطور يعطي تفسير معقول ويتقبل التفاسير الأخرى إن كانت أكثر معقولية. فأين التفسير الذي تسوقه؟ أنتم لم تقدموا تفسير بل ادعيتم الإبداع، ومنطقيا إثبات حجة أي ادعاء يقع على عاتق المدعي. وإذا لم يقم المدعي بإعطاء الدليل على ادعائه عند ذلك يعتبر الادعاء باطل ويجب أن يتوقف النقاش عند هذا الحد. أما ما ذكره بأن التطوريون يرددون كالببغوات ما يقوله ريتشارد دوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى، فاطلب منهم شرح وظائف العين العضلات التي تتحكم في البؤبؤ، إلخ إلخ إلخ. عين جاءت بالعشوائية وصدف، مكررين بذلك كالببغاوات ما قاله ريتشارد دوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى طبعة عام 2015، والذي استهزأ فيه بهذا التركيب للشبكية وقال أن أي مهندس سيضحك ويشعر بالاستفزاز من هكذا تركيب معكوس. بعد ذي بدء نحن لسنا هنا بصدد الدفاع عن الأشخاص، وريتشارد دوكنز أو غيره من التطورين يقدمون الفكرة العلمية لا غير. نحن هنا بصدد شرح الفكرة نفسها، وهذا ما يهمنا، الفكر وليس الشخص واعتقاده الديني أو اللا ديني. ما يهمنا هو كما ذكرت المادة العلمية التي يحاول القنيبي تشويهها عن طريق قلب الحقائق وتحوير مسار الموضوع. وهذه الطريقة للأسف مع أنها ساذجة لكنها خبيثة، فقلب الحقائق أسلوب لا يخفي إلا على من لديه انحيازات تأكيدية من قبل متابعيه، لكنها لا تنفع عندما يريد الشخص التحري بنفسه عن التفسير العلمي الصحيح. وحسب
هيتشنز ريزر، فمن المفروض منطقيا أن نقف هنا حتى يأتي لنا القنيبي بدليل على أن شبكة العين مصممة بقصد أن تكون هكذا مقلوبة، لكننا سنكمل. ما تقدمه نظرية التطور ما هو إلا تتبع عملية الترقيع بالانتخاب الطبيعي أثناء رحلة تطور الكائن الحي ومحاولة تقديم تفسير علمي له. ولمن يريد أن يرى كيف يقوم عالم التطور بالبحث المفصل في هذا الموضوع، يسعدنا أن نحيلكم إلى مقالات مبسطة وباللغة العربية ومستندة على مصادر أكاديمية معتبرة تشرح وظائف العين وكيف تعمل وكيف تطورت من نماذج بسيطة إلى أعقد ثم أعقد. كذلك يسعدنا أن نحيلكم إلى كتب حديثة تم ترجمتها من أحد أعضاء فريقنا، وبها شرح للتطور بصورة مبسطة، ومنها كتاب ترونه على الشاشة، لماذا ينجح التطور. ولكن بما أن هذه الحلقات موجهة بالذات لمن هم خارج الاختصاص، أي Pop Science، فنحن سنقوم فقط بتشغيل آليات التفكير النقدي، ونطلع بالبداية على المصادر العلمية التي استند إليها القنيبي في بيان إبداع الخلق وهل هي ثقة أم لا. المرجع الأول هنا هو مقال في مجلة إلكترونية باسم Science Direct. من أول نظرة نلاحظ أن المقال لا يتحدث عن العين البشرية فقط، بل عين الفقاريات أجمع. إذن فلنقرأ. عيون الفقاريات هي من الأنواع البسيطة، يشبه عملها عمل الكاميرا مع نظام بصري بسيط يقوم بعمل صورة على شبكة العين من الجانب الخلفي للعين. وقال الكاتب أنها حل لمشكلة انعكاس الضوء أثناء دخوله للعين. الشبكية المقلوبة في الواقع هو حل فائق في توفير المساحة، وبالأخص في العيون الصغيرة. لابد أن ننوه هنا أن أنني شخصيا قمت بهذه الترجمة، ولكن القنيبي ضاف عليها ما يلي: ضرورة أن تكون الشبكية بما عليه في هذا الترتيب، لأن ذلك يوفر حلا. لاحظوا هنا عدم الأمانة في الترجمة الصحيحة وزيادة بهارات على الموضوع. عموما ما ذكرته المجلة صحيح، أي أن هذه ميزة في العيون البسيطة، العيون الصغيرة في كل الفقاريات وليس فقط الإنسان. حسنا، لنعرف إذن ماذا فعلت هذه الميزة من نفس المصدر. الشبكية المقلوبة غالبا كانت قد سهلت تطور نوعية العين التي تخلق الصورة في الفقاريات، ولا زالت ذات فائدة، وخصوصا للأنواع الصغيرة من الكائنات ذات النظر الثاقب. بدلا من السؤال بلماذا تملك الفقاريات ما يبدو وكأنه عيوب في الشبكية المقلوبة، يستطيع الشخص أن يسأل لماذا اقتصرت مثل هذه الشبكية الخاصة باستغلال المساحة على الفقاريات والبعض القليل من اللافقاريات. الجواب هو واحد لكلا السؤالين: الحيوانات لها أنواع عيون وأنواع من الشبكات البصرية الخاصة بمجموعتها، وذلك لأنها انحدرت من أصل واحد خلال تطورها النوعي في سلالات، فالفقاريات تطورت إلى مجموعة حيوانات تعتمد وبصورة كبيرة على نوعية النظر التي يتطلب دقة مكانية كبيرة. الشبكية المقلوبة غالبا كان عامل مهم لكونها تسمح لمعالجة شبكية واسعة النطاق للمعلومات البصرية دون أن تستثمر في المساحة الثمينة أو الوزن. لماذا يا ترى تخطى القنيبي كلمة التطور وكون الفقاريات انحدرت من أصل الواحد من نفس الصفحة، وصار ينتقي الكرز لكي يستند عليه بادعائه؟ المقال يشرح كيف أن الشبكة المقلوبة بالعين في ظل نظرية التطور وليس الخلق تحول من الأبسط إلى الأعقد، لكنه ليس موجه كدليل لدحض النظرية. فالاختلاف في الرأي بين العلماء والخبراء في المجال العلمي الواحد شيء طبيعي في الأوساط العلمية، وكلما زاد الاختلاف بينهم كلما زاد وجود الديتيلز أو الأمور الصغيرة الأخرى من ضمن النظرية لا زالت تحتاج إلى تفسير قبل تبادل آراء العلماء. لكن لنرى كيف حور القنيبي الموضوع من مساره لكي يوجهها كأدلة على إثبات فكرته. يقول القنيبي:
العلم الصحيح كالعادة يحول الشبهات إلى آيات وحكمة، وهذا ما ذكرته مجلات باع الخرافة ذاتية، من أن تصميم الشبكية المعكوسة وموضعها هام جداً من أجل استقطاب الضوء من خلايا مولر التي تزيد من حساسية العين للرؤية، وأن وجود الشبكية بالأمام هو حماقة. وهنا هو استشهد بالمصدر ذاته لإثبات أن موقع الشبكية تصميم بارع خلاق. فهل لدى أحد فكرة عن العلم الصحيح أو أصحابه الذي يشير إليهم القنيبي؟ من هم هؤلاء؟ هو يستعرض أبحاث تتم بنفس المنهج العلمي الذي يثبت التطور والذي ينبه إلى عيوب التصميم المدعى. يعني هو نفس العلم، لكن إذا قدم دليل على حقيقة التطور أصبح علم زائف، وربما نفس الباحث والمجلة ومن نفس الجامعة، ويتبع ذات المنهج العلمي وطرق البحث، لكن إذا قدم معلومة يمكن تجييرها لصالح فكرة التخطيط والتصميم المسبق أصبح فجأة علم حقيقي. هل يوجد انحياز تأكيدي أكثر من ذلك؟ كيف يفسر لنا القنيبي تكون البقع العمياء في التصميم المبدع فضلا عن أمراض العين الأخرى وعمل الألوان؟ وهل البقعة العمياء هي المشكلة الوحيدة التي يسببها تركيب العين بهذا الشكل؟ قد يقول لك الدماغ يتلافى الخلل ويملأ الفراغ الذي تسببه البقعة العمياء. بالتأكيد، فهكذا تفسير العمليات التطورية من الأبسط إلى الأعقد تحت مظلة نظرية التطور. الدماغ هنا يضطر إلى أن يصلح خطأ تطوري، وهذا لا يعكس الصورة الخالقية بعدم وجود الخلل في الصنع. وعموما هذه ليست الترجمة الوحيدة التي تلاعب بها القنيبي، لنرى هذا الاقتباس لنفس الموضوع في مجلة نيتشر. People can sense single photons. Experiments suggest that humans are capable of perceiving even the feeblest flash of light. وكانت ترجمة القنيبي وصلت درجة العين من الحساسية أن تستجيب لفوتون واحد. لاحظوا كيف ترجمة single photons إلى فوتون واحد بدل من مجموعة من الفوتونات في ومضة واحدة. وهنا الخطأ بالترجمة حتى لو لا يعني شيئا بالنسبة لأغلبنا، لكنه لأهل الاختصاص يعتبر خطأ فادح. ليس المجال طبعا هنا للتعمق فيه، لكن قبل ذلك لاحظوا معي كيف أن الدراسة المقتبس منها صاحبنا هي دراسة أولية ابتدائية لمجموعة صغيرة وتحتاج لمراجعات أكبر من الأقران كما جاء على لسانهم في آخر الصفحة. والترجمة هي، لكن لا يعتقد كل الباحثين بأن هذه الورقة العلمية ورقة نهائية. الشيء الوحيد الذي أشك به أنه تم اختيار 3 أشخاص فقط، كما يقول ليوند كريفيسكي الفيزيائي في وكالة تكنولوجيا العلم والبحث في سنغافورة، ثم أشار إلى أنهم كلهم كانوا من الرجال، مع أن الطبيعة البصرية للنساء والرجال نعلم أنها مختلفة بصورة خبيثة، لكن كريفيسكي مقتنع بأن الوسيلة التي استخدمها المؤلفون لها القدرة على أن تحل المسألة بصورة نهائية لو تم عمل التجربة على عدد أكبر. يعني من الآخر هي دراسة أولية. مرة أخرى، أين هي الأمانة العلمية والمهنية يا دكتور؟ وهل يجوز أن يتكل الباحث على الدراسات الأولية لكي يثبت أمر عظيم مثل الإبداع في التصميم؟ يقول لك كارل سيغن بأن الادعاءات الاستثنائية بالروعة تتطلب أدلة تناسبها بالروعة. المثال الثالث، الطول الزائد في قناة السائل المنوي. في إطار تفنيد القنيبي لادعاءات الدراونة حول عيوب التصميم، يقول في أحد فيديواته أن قناة السائل المنوي يجب أن تكون أقصر، كما يردد الكلب بغاوات باع الخرافة العرب، كلام ريتشارد دوكنز في كتابه أعظم استعراض على وجه الأرض افترض أنك لم تطلع على مراجع مفصلة تحكي بضرورة هذا للحفاظ على الفروقات الحرارية بين الجسم والخصيتين إلى آخره.
وعندما تراجع المراجع التي استند عليها القنيبي كي يدعم حجته تراها مقصورة على مصدر وحيد يظهره القنيبي على الشاشة، وكما نرى بالصورة مقال من صفحة خاصة بالخلقيين ويصف بالمرجع المفصل. وهذا يجعلني أتساءل عن الأوراق العلمية التي يدعي القنيبي أنه كاتبها، هل استخدم فيها مثل هذه الأسانيد والمراجع التي لا تمتلك أن ترقى إلى مقال يستحق القراءة ناهيك أنها بحوث علمية؟ فلو كان القنيبي من الباحثين بالعلوم فهو لا شك يعلم أن أي بحث منفرد لا يعتبر إلا بحث منفرد، ولا يتم الوثوق بنتائجه إلا بعد عمل مراجعة الأقران عليه وأخضاعه للتجارب العديدة ومحاولة تخطيئه. فإن استطاع البحث أن يتحمل كل هذا التخطيط الصارم بل والتطحين، عندها فقط يشعر العلماء بالثقة لنفسه. فأين هو هذا المقال من هذا التدقيق؟ وبأي مجلة علمية نشرت؟ التحيزات البحثية وتحيزات النشر لا تحتاج إلى نقاش هنا، خصوصاً في المصادر المعروفة بتوجهها الأيديولوجي والإنحيازي. هذه المصادر فقط تخدرك لكنها لن تعطيك علماً. والقنيبي ومنذ البداية يحاول إيهام المتلقي بأن وصف التطوريون بأن هذا العضو به خطأ أو هو غير محكم الصنع سببه فقط لأنه طويل، بينما القضية ليست مجرد طول وإنما التفاف القناة حول مسار أطول. لا توجد فائدة اقتصادية منه لو كان التصميم دقيق، لكن يوجد له تفسير تحت مظلة نظرية التطور. بالعودة إلى الاقتباس الذي تحدث عنه القنيبي، فدوكنز في كتابه الذي يستشهد به القنيبي أو أعظم مسرحية أو أعظم استعراض على وجه الأرض، أراد أن يوضح فكرة أن الانتخاب الطبيعي يعمل كما يعمل السمكري، وأن الحلول الآنية أقصد الأعضاء أو التراكيب الحيوية كالعين أو الأسهر إلى آخره هي أفضل الحلول المتاحة بعد معالجة الانتخاب لها، أي حلول ترقيعية. لذلك يقصد بفكرة الحل السمكري للتراكيب بشكل تدريجي وبالنظر للتاريخ التطوري لها، ولنرى ذلك بالتفصيل حسب نفس المصدر. يقول المصدر: الأسهر هو القناة التي تحمل الحيوانات المنوية من الخصية إلى القضيب الذكري. الطريق المباشر للمسار يكون كما هو مبين في الجزء التصوري إلى يسار الشكل، بينما المسار الحقيقي للأسهر مبين في يمين الشكل، وهو يأخذ مساراً غريباً بالالتفاف حول القناة البولية التي تحمل البول من الكلية إلى المثانة. فلو كان هذا مصمم لن ينكر أي كان أن المصمم قام بعمل خطأ فظيع، لكن وكما هو الحال مع العصب الحنجري الراجع المسألة ستصبح واضحة عند النظر إلى التاريخ التطوري. فالمكان الأساس للأسهر قد كان كما هو مبين في الخط المنقط، فعند تطور الثدييات نزلت الخصيتين إلى مكانهما الحالي بوعاء الخصيتين لأسباب غير واضحة، لكن غالباً ما يعتقد أن لها علاقة بالحرارة. لكن لسوء الحظ تعلق الأزهر بطريقة خاطئة حول القناة البولية، وبدلاً من إعادة المسار للأزهر كما سيفعل أي مهندس عاقل قام التطور بإطالة الأزهر. وبالإضافة إلى كل هذا، فإن كان المصمم قد صمم هذا الأزهر بهذا الشكل كأفضل تصميم، فلماذا يا ترى يصاب بعض الذكور بمرض فقدان الأزهر الولادي الذي سببه طفرة جينية؟ جسم الإنسان وباقي الكائنات الحية مليء بالحلول الترقيعية الواضحة، فعندما ينظر المتفحص إلى هذه التراكيب الملتفة متفرعة بطريقة غير منطقية سيتملك نفس شعور الكهربائي الذي يتبع توصيلات الكابلات في بناية قديمة تعرض خارطة توزيع الكهرباء فيه إلى تعديلات وإلغاء وإضافة مستمرة، واير من هنا تريبر هنا وهكذا، وبصولة ترقيعية تحيره، فيتمنى حينها لو استطاع أن يقتلع كل هذه الشبكة ويعيد تأسيس خارطة التوزيع من جديد بطريقة أكثر ترتيب ومنطقية. يعني وده يهدم كل، مثل ما نقول بلغتنا، وده يهدم كل هذه الكهربائيات والالتفافات
ليصنعها من أول وجديد. مكمن مغالطات دعاة الخلق المباشر في هذا الطرح هو أنهم يتناسون أن كل هذه المؤشرات الكبيرة والصغيرة عندما تتراكم مجتمعة بعضها على بعض تقنع بشكل معقول جداً أن النظام البيولوجي يحكي قصة محاولة وفشل وإعادة تجربة ونجاح مع كم من مخلفات التجارب وليس نظام مخطط ولا تصميم دقيق. هو يتصور أنه بهذه الجدليات انتصر ونفى حقيقة التطور، وما حصل كان العكس لكل إنسان محايد. وبالنهاية نريد أن نوصل للقنيدي مقولة أبراهام لينكولن: باستطاعتك أن تخدع الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. بوسعك أن تفصل بين العلم والإيمان، فهذه مشكلته. أما ما تفعله من غسيل للدماغ ونشر للتخلف بين الشباب الذين يتابعونك فهو عار لن يغفره لك الزمن أبداً.